يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في الندوة الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في برلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعقد في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة من 18 إلى 20 من شهر سبتمبر الجاري، حيث تبحث الندوة ربط التنمية المستدامة ودور البرلمانات في تحقيقها، خاصة فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين كعنصر حيوي في التنمية. للحديث حول هذه الندوة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من الإسكندرية سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. مساء الخير أستاذة جميلة، في البداية حدثينا على أو عن مشاركتكم ضمن المحاور المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة والمرأة في هذه الندوة الإقليمية. نعم طبعا هذه الندوة يعني راح تركز على موضوع التنمية المستدامة بشكل خاص، وخصوصا فيما يتعلق بالمرأة بالمساواة بين الجنسين. احنا اليوم طبعا اليوم الثاني للندوة، واليوم صار مناقشة الموضوع المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي لحيوية التنمية المستدامة، بحيث أنها مركزة على الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة. نعم. طبعا تم استعراض كثير من تجارب الدول، وإحنا في مملكة البحرين استعرضنا تجربتنا على حقيقة أن كل ما تم طرحه إحنا عندنا ترجمة لها حقيقية على أرض الواقع في مملكة البحرين. نعم. وأيضا يعني تناول المحور الثاني هو عن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وضمان تكافؤ الفرص، واحنا طبعا نفس ما قلت لنا احنا عندنا بعد تجارب يعني حقيقية فيما يتعلق بتكافؤ الفرص خصوصا في على مستوى نعم أستاذة جميلة، كيف تجاوبت الوفود المشاركة في هذه الندوة الإقليمية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع ما تم طرحه من قبلكم كتجربة مملكة البحرين وإنجازاتها في هذا الجانب، وما هي الجلسات المتبقية لهذه الندوة اليوم وغدا؟ الآن الجلسة القادمة المتبقية راح يعني تركز على موضوع العنف ضد النساء. نعم. وطبعا هم يعني راح طالبين استعراض تجارب الدول في ما هي انجازات كل دوله في موضوع مكافحه العنف ضد النساء والفتيات. واحنا طبعا الحين الجلسه القادمه احنا عندنا تجارب كبيره، عندنا قانون المكافحه يعني العنف مكافحه العنف الاسري، عندنا تدابير يعني تدابير احترازيه، عندنا كثير من الانجازات اللي يعني قامت فيها مملكة البحرين في هذا المجال، راح إن شاء الله نستعرضها في الجلسة القادمة. وأما بالنسبة للجلسة الأخيرة فهي راح تكون عمل جماعي، بحيث أن كل دولة يتبادلون فيه يعني كل دولة تبادل الخبرات والآراء حول التنمية المستدامة بشكل خاص. نعم. وطبعا بيكون التركيز على الاستراتيجيات والإجراءات من أجل تحسين إدماج أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية. التركيز الأهم هو موضوع المساواة بين الجنسين، بحيث أنه يكون هو هدف وأساسي ورئيسي في موضوع التنمية المستدامة، وخصوصا موضوع إدماج المرأة. فإن شاء الله يعني الندوة راح تطلع بتوصيات جدا مهمة، بتكون هي يعني هذه التوصيات هي يعني مواصلة إلى جهودنا إحنا كبرلمانيين على أساس إن شاء الله في مستقبلاً موضوع التنمية المستدامة نواصل الجهود بالنسبة للتشريعات وتعديل التشريعات إذا كانت تتطلب تكون متماشية مع أهداف التنمية والخطط اللي وضعتها المملكة البحرين. نعم، من الإسكندرية سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكراً جزيلاً لك ونتمنى لكم كل التوفيق في هذه الندوة.